هاي الحارة من عدة في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدة. انت انت شو جاي تعمل هون؟ اوعك تفكر انه ابنك رح ينفض بعملته حتى لو سطر على بنت اختي. رح علق لك اياه مثل الخروف المذبوح. خلي خيزران تترك بيت ام ليلى لانه محجوب يمكن يرجع يجرب يقتلها مره ثانيه. خيزران مثل ما عم قلك لك اخوها محجوب قتلها. يا ويل تاري القصه مو شذب. الزلمه حاطط الشرب عيونه، بكره بيتخرج من المستشفى ويمكن يجي يقتل حدا منكم. غيا مسيو. داكور. عسكر طلعوا. حلفك يا ابو النار بالعود والمعبود ما ابو سلاح. لا يا ابو مشعل ما في سلاح. زين اني انتظرك بالكركون. شو علي يا ابو مشعل؟ انتظرني بالكركون. لحد عليك يا ابو النار. ايه ايه يا بي انا رايح الدكان لحالي لا تعوق. ماشي يا بي. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين معهم هدول هيك بدهم يضلوا يكركبونا؟ شو عرفني اختي؟ شو عرفني؟ على هالقصة. يا
اتركوه. شو في؟ يكون في شيء بالحريق. يا الحمار واحد. شو هاد اللي بايدك؟ معك سلاح اخي؟ يستر على عرضك يا مو، الفرنساوي عم يدور على السلاح بالحارة. وانت من امتى معك سلاح؟ وليش حامله؟ شو؟ اخي شو بدك فيه للسلاح؟ شو بدك فيه؟ لك شو بكون صار بدكم تحققوا معنا هلا؟ قلنا لكم الفرنساوي لاحقنا. الفرنساوي؟ تفضلوا. هاي صوت ابي، معناته صاروا تحت. يستر على عرضك يا مو، دريب معرفتك. هاتوا، انا بعرف خبي. زين. روح من هون، روح. روح. امشي نجهز حالنا يا ابو. امشي خير. قل نساوين نريد نفتش البيت. بصير. تفضلوا. يلا يلا تفضلوا فتشوا. هاي بابا مهي. يلا فوت طريق يا ابي. يلا يلا. أريه 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 كله كله منك يا عدريه المغلوبه. والله لا الله لا يوفقك. شو بدي اقول لهم هلا؟ مش كان اجى الفرنساوي وشاف الحيط محفوك هيك. ولي يا ابو نحله راحت فيه وقف عندك حدا يشرب بخرك وانت مقطوع من تجاره. ولي على امتي الله لا يسامحك عدري. الله لا يسامحك. عشنا وشفنا نسوان ما خلصوا منكم. لو سمحتي ولا كلمة. لو سمحتي اشتغلي ولا كلمة زايدة. فرد ونسيت الدهبات. ان شاء الله ما يلاقوهن. ولي ايش كان لاقوهن. يا سيدي بشر في شيء؟ ما لقينا شيء. لقيتي شاهد النسوان؟ لا ابدا. سيدو شفتوا نحن ما بنحوي سلاح ببيوتنا. ايه سماتهم بوجوههم يا ابو رمزي. سيدي ابو رمزي ما بي عنده هيج هيج، كله هيج. بسيطة بسيطة. عاوني ابو مسعد. مر لعندي على الدكان. بيكو باب. بيكو باب وبرواز كمان. يول يول مو برواز يول، يول بيواز. لحد عليك يا ابو رمزي. ذكرني بيواز. Thank you.
لك انا الحق علي، شلون هيك بنساهم؟ ولك ما بقدر طالب فيهم كمان. الله لا يوفقكم، ما خليتوا لي شيء. انا ما عاد فيي ابقى عند ام ليلى، لازم لاقي بيت بسرعه. اكيد يا خيزران، صار ضروري انك تطلعي من عند ام ليلى، لانه مو بعيده عنه ابدا انه يرجع يحاول يقتلك مره ثانيه. رح لاقي لك بيت قريب من بيت ام ليلى، بس هاد البيت ما لازم حدا يعرف فيها، ما بدي حدا يعرف وين انت ساكنه. كتر خيرك، معروفك ما رح انساه بحياتي. ولو يا خيزران، هذا واجبنا. وانت كمان انسى جولي، اللي عملتيه معي مو قليل. أنا درست المحاماة مشان دافع عن الناس المظلومين مثلك. الله يقدرني على رد جميلك. هذا شغلي يا خيزران، ونحن أهل. أنسة جولي، أنت ماشية ولا بيانة؟ أنا بدي ضل، بدي أنطر عصمة بيك وسكر خانه، بدي أكون شاهدة على عقد قران صفية وفخري. معك حق، وجودك ضروري. يلا اسمحوا لنا. الله معك يا أبو نبي. استودعناكم. بأمان الله. يلا مع السلامة. الله معك. بالإذن يا سيدي. إذنك معك. أنا رح حط الغدا عشان نتغدى كلياتنا سوا. إيه منيح. يلا وأنا حعاونك. يلا عن إذنك يا سيدي جولي. إذنك معك حبيبتي. هاي بابا مهي. غيام مسيو. ما في شيء. عسكر وراي. يقول يا منصور، أتي الرجاج ما تواخذينا، هدول الفرنساويين ما يستحون، ملقوسين حصينيين بواقين دجاج، ما تواخذينا. ولا يهمك أبو مشعل، ولا يهمك. زين خلف الله عليك. اقول يا منصور، ايش طابخه؟ والله اليوم ما طبخت. عوذة، ما بياكل. سمسم. حاضر سيدي. وراي. تفضل. ضاعوا يا بنات، راحوا الاندال. افتح يا ملك وسي حسين يا بواق الدجاج. افتح يا ابو نحله، افتح يا ول، افتح. خير خير خير، الله بصلي على النبي على الجمعه الثواب. الشباب بدون يفتشوا البيت. فتشوا البيت؟ ليش يكون فتشوا البيت؟ ما عندي شيء، ما عندي. شو بتشتغل انت؟ ضيافه العافيه، ضيافه العافيه. عازمك ببلاش ولا سهلتيك انت والزعيم. انت ومين عايش؟ انا هاي طلعت الادريه عايش بين اربع حيطان. لك اثبات ولا لا؟ ثبتت عصبتت خلص. الله لا يوفقك ابدي، ان شاء الله بتروحي مع الزعيم. يا ول اسكت يا ول، يا ول صدعت راسنا. اي يدفع عاد. مشى. تفضل سيدي. شرف سيدي، شرف. الله يرحمك. تفضل. الله يرحمك. عسكر يلا وراي. بيب الرز بصل، الشغلة كبيرة بحيل، بس يمكن، ها يمكن والله الأعلم ليها حل. ما تاكلها بابو مشعل، حل عندي. زين. دربي سد ما يرد. بتكون شي؟ انا رايح على قهوه. سلامتك ابن عمي، بس روق شوي الله يرضى عليك. ان شاء الله ان شاء الله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. فوتي. شو خنجر؟ وضع عليه. استنى شو وضع عليه ما وضع عليه؟ هذا خنجر مو بارودة. راس ولا كلمة. عم بيقول لك هذا خنجر لا مسدس ولا بارودة، والخنجر مسموح حمله. مختار ما بدي اسمع ولا كلمة. عوذ عليك الما تستحي يملك وسي حسين يا بواق الدجاج. يول عليش تحمل سلاح ها؟ شطب يلا. مو بواق لك طوه. لك هذا خنجر مو بارودة. حسبي الله. استنى انت وياه. انقلع. خنجر يا جماعة مو بارودة. بدي فتش بيتك ابو عزام. شو عم تقول؟ بدي فتش بيتك. اقول يا سيد القومندان يمكن هاشينا بحق كبير الحارة نفتش بيته. ولا كلمة. يا شو عليه؟ صبرنا بصبر غيرنا. والله انك شيخ ابن شيخ. دقيقة شوي. خذوا درب. امي امي تفضلوا شرفوا. يلا يلا يلا. الضيوف وفوق في غرفة بنتي سهى المحامية، وبعدين هون تحت في المطبخ وفي بيت المونة تمام. وهي غرفة مين هاي؟ هاي غرفتي أنا وزوجتي. تمام. ميري فتشي لي الغرفة. وي مسيو. انتي شو عم تعملي هون؟ تفتيش سلاح. شرفي فتشي على كيفك. ارفعي ايديكي. ارفعي ايديكي. ليش بدها ترفع ايديها؟ من امتى كانوا الحريمات بيتفتشوا؟ مو شغلك ولا حرف. ارفعي ايديكي. ارفعي. ارفعي ايديك. ارفعي ايديك. ارفعي. وجدت هذا السلاح مع السيدة أم عزام. اها شو هذا يا ابو عزام؟ سلاح؟ تمام. ميري فوتي بضيعة ست ام عزام بسرعة. وي مسيو. لا هذا سلاح الي وانا جوزها. خذوني الي. شو بتكون فيها؟ فرنسا العظمى بتظلم حدا يا ابو عزام. السلاح شفناه مع زوجتك مو معك. جوزها كان بس انا جوزها والسلاح الي. ميري بضيعة ست ام عزام بسرعة. عندك؟ شو عم تحكي حضرة الضابط؟ بضي عليها بسرعة. ما بصير تاخذوا الحرمة يا حضرة الضابط. حضرة الضابط أنا جوزها وسلاح إلي. شو بدكم فيها؟ نحن بناخذ الشخص يلي لقينا معه سلاح. هي راح تكلفك كثير فهمت؟
أقول سيدي صحيح صحيح أبو عزام بي عنده سلاح، بس بعمره ما قاسه وحرمته ما تدري شيء عن السالفة. أبو مشعل إيه؟ أنت بتخرس ما بتتدخل، مفهوم؟ مفهوم سيدي. حضرتك ضابط، هذا المثلث زوجتي ما لها علاقة، خذوني أنا بدالك. أبو عزام ما بدي أسمع ولا حرف، خذيها بسرعة. وسيلة شو؟ عسكر وراي. قولي على حلوستي يا رب، يا رب تفرج علينا يا رب. اليوم ما بتطلع أنا راح أحرق السرايا واللي فيها. واسمعوني، أنا قضيت عمري من شانكن وفنيت عمري من شانكن، صار الوقت اللي توقفوا معي. إذا ما بتوقفوا معي لا أنا منكن ولا أنتم مني، فهمتوا؟ بس يا أبو عزام نحن ما فهمنا، ليش أخذوها؟ ليش؟ لا أعطوا معها سلاح أبو عزام. من إمتى بيجيبوا ضابطة مش عرفتش النسوان؟ ها؟ من إمتى؟ مصيبة يا أبو عزام، مصيبة يا أهل الحارة. ولا يهمك أبو عزام، نحن كلياتنا معك. يا جماعة ما بيصير ياخذوا الحريم هيك، ما بيصير. يا رجال الحارة خلينا نوقف ما بعضنا كلياتنا، ننسى مشاكلنا وننسى زعلنا ونوقف إيد وحدة مع أبو عزام. طبعاً خلينا نوقف ضد الغريب، فهموها. إيه طبعاً، لازم لازم. هذا الكلام أنا معك أبو عزام، هذا الصح. اسمحوا لي. يا مو يا مو يا بي يا بي، مشان الله مشان الله لا تخليها عندهم. لا تخافي يا بي، لا تخافي، ما بخليها عنده لو هذا الشيء بده يكلفني رقبتي. الله لا يوفقون، الله لا يوفقون. أمي ما لها ذنب، أمي ما عملت شيء. هذا ذنبي، بعرف هذا ذنبي أنا. احترامي سيدي. صرف. حاضر سيدي. هدول وجدناهم بغرفة شكري سيدي. شو هاد؟ ذهب سيدي. ذهب. عظيم. وين لقيتهم؟ سيدي أنت ما بتعرف، أنا خبرة كتير بهي الأمور. وبعرف كتير منيح وين المخابئ اللي ممكن تكون فيها الذهب أو سلاح. فتحي محظوظ إنه لقى شوي من ذهبات أبوه. قديش قيمة الذهبات برأيك؟ الحقيقة سيدي أنا ما عديتهم، بس بتوقع فوق 300 ذهبة. نحن رح ناخد حاجتنا من الذهبات ونترك له شوي لفتحي. سيدي هذا أكيد من حقك تأخذ اللي بدك إياه. وأنت كمان تعبت ما هيك؟ يلي بتشوفه سيدي. خوض حصتك ورجع. حاضر. شكرا لك سيدي. وسيلة يا جماعة، وسيلة مسكوها ومع السلاح وأخذوها. الله أكبر. مصيبة كبيرة. إيش كمان رجعت يا رجال؟ هاي مو بس مصيبة،
الله بيعلم شو حال عمي ابو عزام هلا. لك هذا السلاح يلي كان مع ابو عزام كان بده يقتلني فيه، بس الله بعد اسمه انتقم لي منه ومن محجوب هالواطي. شكري، شو دخل الحكي بتوقيفة ام عزام؟ المخلوقة ما لها ذنب. ايوه خلوكن عم بتطاطولوا انت وغيرك، وكل ما دق الكوز بالجرة دافعوا عنه. ها ابو عزام غلط ومرته دفعت تمن غلطته. اسمعوا يا جماعة، انا رايح لعند الزعيم ابو عزام لنشوف شو بدنا نساوي. شرف اخي فكري شرف. يلا اخي جاييك. وانا رايح معهم. ايه طب طبولوا على ظهره سيدو، لا تنسوا الطبطبولو. ها شكري، عيب عليك، ابو عزام بيضل كبيرنا ومرته بمقام امك. بشرت الله يلحق الحبل بالدلو. شكري لفي السيره، كل واحد بيتحمل غلطه. هدول الميت ذهبه لقيناهم بغرفه شكري. شكري هدول هن يا سيدي، هدول هن ذهباتي. هيك بظن رجع لك جزء من حقك يا فتحي. كتر خيرك يا سيدي، كتر خيرك، مالي عرفان كيف بدي اشكرك. حابب اورجيك قديش منهتم بالناس اللي بيشتغلوا معنا. خلينا اياك يا سيدي، بتأمرني بشي هلا؟ الله معك. خاطرك سيدي. شو يا جماعة طولوا بالكم. يا أبو عزام خلينا نروح نقابل كوميندان ونقول له يطلعها. طلعها ما طلعها، لكل حادث الحديث معلوم. عمي لازم تروحوا، الفرنساوي لازم يعرف شو عم يعمل، وإذا ما عرف ما رح نسكت له. ما رح نسكت له شو ما كان. يا جماعة ما رح نسكت. أم عزام بدك ترجع يعني لازم ترجع. أنا معك يا أبو عزام. ولا يهمك أبو عزام، أنا معك للموت وحياة عينك، وإذا لازمك مصاري من الذهب للألف ذهب جاهز. لك يا عمي إذا الموضوع بينفدى بالمال مالي كله إلى أبو عزام. خلص حاج نضوع وقت، خلينا نروح على السرايا. يلا روحوا الله ييسر أمركم. شرفوا يا جماعة، شرفوا على القهوة. الله يخلصني منهم عن قريب يا حق. آمين يا رب. الله ينتقم منه ويفك أسرك يا وسيلة وترجعي لنا بالسلامة يا رب. آمين يا رب العالمين، آمين. طولي بالك سوها، طولي بالك، إن شاء الله بيفرجوا عن قريب عن أمك. آمين. أبو عزام رح يرجع وكلياتنا رح نوقف جنبه ليرجع. أكيد أكيد. يا رب تجيب العوائق سليمة يا رب، لا تخافي حبيبتي. يعني المشكلة يا جماعة الفرنساوي ما له أمان. طبعا ما له أمان. يا جماعة لازم نتكاتف كلنا سوا مشان ترجع وسيلة بسرعة، لازم نتكاتف. والله مزبوط، ما حدا رح يسكت لهم على الشيء اللي عملوه. طمن طمن يا بنتي. طولي بالك، طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. يا رب مصيبة ولا مصيبة، الله لا يوفقه. آمين. هذا الحكي ما رح يفيدك يا أبو عزام. وسيلة ما لها ذنب، إذا بدك خدني بدالها. حضرة الكوميندون، توقيفكم لأم عزام مسألة حساسة جدا بالنسبة لإلنا، وأنت بتعرف شو ممكن يصير. نحن لقينا السلاح معه، طبيعي إنه ناخذها. لو لقينا السلاح معك كنا كمان رح ناخذك. بس هذا السلاح إلي. ما في فائدة يا أبو عزام، ما في فائدة. شو ما حكيت مرتك رح تضل عنا. صريف أنا رح أطلع، بس إذا ما بتطلع وسيلة رح أهدم السرايا اللي فيها. عم بتهددني يا أبو عزام؟ هذا مو تهديد جناب القبطان، هذا تأكيد على الشيء اللي رح أعمله. زمرد
بخير. ليك شو لقى الكومندان ببيت ابو رمزي؟ كان قلبي حاسسني انه رح يرجعوا الذهبات. وشو عم يعملوا ببيت ابو رمزي؟ عادي لاحكي لك عادي. ما في غيره هذا الواطي بسام متفق هو وابوه مخبوهم عن شكري. انا ما حصدق انه هدول ذهباتك. شنو عمك ابو بسام باع البيت اللي حكيت لي عنه كمان باع الدكانه، فهدول مو ذهبات عمك. هدول هن الذهبات، هدول انا بعرفهم. كيف وصلوا عن شكري ما بعرف، المهم رجعوا. مزبوط يا اخي، الله لا يوفقهم هن الاثنين. بس وين الباقي؟ هدول اللي لقاهم الكومندان. بكفونا نشتري دكانه ونتبحبح كمان. ان شاء الله الف مبروك عليك، والله فرحت لك من كل قلبي. الله يبارك فيكي ويخلي لي اياكي. مشان تصير الفرحه فرحتين، ابو النار ناوي يكتب كتابه عليك اليوم. بس ما بعرف اذا مناسبه بعد اللي صار مع وسيله خانه. والله زعلت عليها من كل قلبي، ما حيطالعوها اخي؟ ما بعرف، بس بكل الاحوال لازم اتاكد اذا بده يكتب الكتاب اليوم ولا بده ياجل. احسن شيء اجل كتب الكتاب لبين ما طلعت وسيله خانه من الحبس. لنشوف. عادينا عم يحفر قبر بيده، نخوتنا وشهامتنا جوهر أصالتنا، عزتنا وكرامتنا.